هذه الصلاة التي أهملت وضيعت تحدثت عنها مرارا، وسأتحدث عن شيء من عظائم وفضائل هذه الصلاة في القرآن لتعلم عظمة هذه الصلاة في كلام ربك لعل القلوب تنتفع وتعتبر. الصلاة أمر بها النساء في السابق قبل عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهده: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة.